هاي على الجويلي اللي تاهو داير الفيسبوك و... اي درتو شحال هادي؟ اسيدي مبروك عليك، الله يبارك فيك. وحنا راه كبرنا على هادشي، ولكن راه هادشي راه زين تا هو. انا كبرتي عدتي. وعطيني الكود ديال الفيسبوك. لا تعطيني الكود ديال الفيسبوك. لا اجي له وتعطيني الكود ديال الفيسبوك ندخل. انا قلت لك لا. اشوف الجلالي الا ما عطيتينيش الكود ديال الفيسبوك صافي حنا غادي نحبسوا هاد الزواج هذا، ما عندنا ما نديروا به اصلا. وبحال بحال راه حتى الا عطيتو له غادي نحبسوا. اشنو؟ عرفتي بزاف ديال الناس كيقولوا لي كتشبهي لشيرين عبد الوهاب، بصح الجلالي اي عندك الصح، غير هي شيرين وانت عبد الوهاب. اهلا اهلا، توحشتك القرده. حيان عليك الشميكيره، حتى انا والله ويلي وجه النحس، والله تغبرتي عليا. ايوا باز لك وجه الويل، والله العظيم راه عوجت توحشتك. كنت شتي انا شحال توحشتك يا الحوله. شوف يا حبيبه نقول لك، لا سمعيني مزيان الغزاله ديالي، يمكن مازال ما عرفتينيش الزين. انا وشكون الغزال ديالي هو انا، شكون الفن ديالي هو انا، شكون البوغوس ديالي انا، شكون حبيب قلبي هو انا، شكون بات ولادي ماشي انا اختي. وموي موي انت مالك فايق على النبوريك لاباس؟ انت ما قالتش لك موي؟ والزغبيه ديال امك هادي راه سيمانه ونص ما شفتها، ديما كتنعس في الكوشينه غضبان، ما شفتها ما شافتني. وشوف كدير لي يابا، شوف واش غادي ندير لك الدار لك. قال لي بحالي يابا راه مشاو لهيه، جابوا الطوموبيلات وجاو، انا بارك هنايا نحنزز. شوف ولد عباس لمشي انت في مالو، جاب مره زعره وطوموبيل، لابسه كسوة حمراء كتبان كيف العمال، وتقاشر سفرين هو دا يعيط عنقر في الدوار عاجبو راسو. وانت بالسلامة اش خاصك؟ وما شتينيش ابو انا مشوي بحال الكبالة، انا ابو راني ما قريت بحال راني ما حتى شي حاجة، انا بديت نكبر خاصني ابويا ندير علاش نرجع. واش انا غادي نبقى عندكم في هاد الدار خمال؟ الوقت ابويا راه صعاب انت كتشوف. الوقت عندنا ميتة، شكون اللي قال لي تموت في الطريق ولا تغرق؟ لا حمار لا سبعة فرانك، ودوز تبرك. واحد بحالك راه جابو خبار وجبدوه من البحر، لقاو حوتة منفوخة، أكلات ليه المصران والرقة. أبويا خلينا من ذيك الهدرة خلينا، وأنت راه تعطيني ابتساع، ذاك النهار قلت لكم زوجوني وكاع ما بغيتو، وأنت عندك باش تزوج، غتقد على الزواج؟ إي نقد، ياك ذيك النهار شديت ولد العربة شديته وعطيتو واحد المنخة ديال العصا. كان غيموت بين يديا، فكني 60 واحد من الدوار وكاع ما تلاقت منه، كنت غنقتلو. الزواج حنا غيغلبنا، وانت جاب الزواج للتعاويض. اودي راه كلهم بحال بحال، رزق على الصحة والسلامة و... والعيالات. وشكون هاد المسخوطة اللي غتقبل لك بالسلامة ونعمة؟ نعمة اي نعمة بنت القايدو، اي اي بنت القايدو، وحنا قدنا بنت القايدو. مولانا كيشتي غنتزوج بيه هو، ياك انا غنتزوج بنته. واش غادي تنوض تعطيني باتساع ولا لا؟ ابويا انا غادي نعطيكم باتساع بالمرة، وخليت لكم هاد الخيمة شو فيها الكوال. ولو تعطيني باتساع من نهار ولدتك وانا ما شفت النهار الزين، لا حتى هذيك العقروشة ديال امك، كلكم فحال بحال. كلكم مسكين مغرف وحده، الله يعطيكم مصيبه. ما يقص من شي حريق ومن شي زواج. الراجل دير بحال اتاي، والمراه دايره بحال كيكس بيمو، فاحذري ايتها المراه ان تنغمسي في اتاي، ثم تذوبين ويبقى اتاي وحده يبحث عن بيمو اخر. واش فهمتوني يا بيموات؟ كوني مثل الخبز الشعير، ما طلعي من الكاس حتى تنشفي، باش ما تعطيش فرصه البحث عن خبزه ثانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم الى جاوبت على بعض الاسئله راه ان شاء الله غادي تكون خدام معنا في الشركه. واخا مرحبا. شنو الاسم ديالك؟ عزيز. الى عندنا طياره وفيها 20 بقره ولا حنا وحده شحال غادي يبقى؟ 19 بقره. كيفاش غادي نحطوا فيل في الثلاجه في ثلاثه ديال المراحل؟ غادي نحلوا الثلاجه وغادي نحطوا فيها الفيل وغادي نسدوا الثلاجه. كيفاش غادي نحطوا الزرافه في الثلاجه في اربع مراحل؟ نفتحوا الثلاجه ونخرجوا منها الفيل ونحطوا الزرافه ونسدوا الثلاجه. مزيان مزيان. السبع دار واحد الحفله، شكون اللي غادي يحضر فيها؟ جميع الحيوانات الا الزرافه بقات في الثلاجه، والفكرون الطريق بعيده عليه. المراه باغا تقطع النهر وخايفه من التمساح، اشنو غادي دير؟ بلا ما تخاف، حيت التمساح
كاين في الحفله ديال السبع. زيان زيان، المراه ماتت وهي كتقطع النهر، علاش؟ حنجة الاجل ديال. لا 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 غلط، طاحت عليها البقره اللي رميناها من الطياره. تفضل يلا اللي موراه يزيد. تفضل اجي ورينا السلطه الجديده ديالك اصاحبي. لا والله ما نقدر. علاش زعما هي الشرف ديالك ولا شنو؟ لا راه انت يا اختك. شوف اوليدي الراجل المرضي ملي كيفيق من الناس كيبوس لمراتو على يدها وكيطلب منا السماح. ايوا اللي ما مجوش عمي الجلالي اشنو يدير؟ بوس يديه من الفوق ومن التحت ويحمد الله على النعمه اللي هو فيها. حبيبتي بغيت نقول لك واحد الحاجه. يا العام عمري، ولكن راني حشم. ويلي عطاك الدل، حنا مزوجين 5 سنين ومازال كتحشم مني. غير شويه وصافي. اي والله يعطيني وجهك. غير قول شنو كنت باغي تقول حبيبي. قول دابا انا بغيت نعترف ليك. قول حبيبي راك شوقتيني. دابا انا اشنو دابا انا تن انا تن وصافي قول. والله تحشمت. دابا انا باغي نتزوج. اشنو؟ باغي نتزوج على سنه الله ورسوله. غادي تنوض درك وجهك ولا غادي نصرفق امك؟ راني مريضه وجنابي طابوا عليا. جيبوه ليا يخوي بزطامو عليا. اشي الفقي بغيت نسولك. الله يرحم والدي، كشتي درك انايا بخيري وخميري عدي شلة فلوس، بغيت نتزوج بالمرة الثانية باش ندي الاجر. اعطي المال لشاب فقير يتزوجها واتخذ اجر الاثنين وخليك من الاقوالم. حبيبتي بغيت نقول لك واحد الحاجة. قول حبيبي قول. البارح في الليل ملي كنت ناعسة قربت لوجهك وبان لي عندك الموستاج. عارفة راه انا اللي كنربيه. وعلاش يا بيبي؟ ايوا على الاقل واحد فينا خاصو يكون راجل. الو خويا العزيز. الو خويا، واش بصح عمك مات؟ مات اخويا مات. فاش كان خدام؟ فاش كان حفار ديال القبور اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه اخويا من حفر حفره لاخيه وقع فيها. سير اخويا الله يغبر لك الشقف.